كثيراً ما كنا نسمع عن قصص الفرار من السجن سواء في الواقع أو الأفلام، لكن هناك من عكس الصورة وأراد العودة للسجن طواعية بعد هروبه لنحو 30 عاماً. في أستراليا تعود قصتنا لعام 1992 عندما ألقي القبض على الشاب داركو داسك في 35 من العمر، وذلك بتهمة زراعة الماريجوانا المحظورة، وحكم عليه لثلاث سنوات. لكنه حينها قضى عاماً واحداً وقرر الهرب مستخدماً شفرة منشار وقواطع مزلاج لاختراق القضبان. والسبب يا سادة أن داركو اعتقد أنه سيرحل لبلاده وهي يوغوسلافيا السابقة ويعاقب هناك لهروبه من الخدمة العسكرية الإجبارية، ليغيب حينها في غياهب أستراليا هارباً لمدة 30 عاماً بعد أن منيت جهود البحث بالفشل. عمل داركو حينها متنقلاً كعامل حرفي، لكن جائحة كورونا وبسبب إغلاق المدن تأثر عمله كثيراً وبات مشرداً لعدة سنوات بين شواطئ سيدني، لدرجة أنه سئم الحياة تماماً وقرر في النهاية تسليم نفسه للشرطة الأسترالية قائلاً: سأعود إلى السجن حيث يوجد سقف فوق رأسي ليحاكم لمدة 7 سنوات.